يلا كله على العربيه. باشا، هو انا ممكن اخد نصيبي في سوريا؟ مفيش حد هياخد دولار واحد، كله هياخد فلوسه في مصر. اشمعنى يعني عايز تاخد فلوسك في سوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفناه ده يا باشا. انت يا ابني فاكر العملية خلصت؟ طول ما احنا بره مصر فعلا مهددين في اي لحظة. مفيش امان غير في مصر. عمار يا مصر، عمار يا بلد الامن والامان. والله انت عارف يا باشا، بلدنا دي يا مقاسد، ربنا يخليك لينا يا بلد، بس ايه، كان ليها شمخه في الحرب وشمخه اكبر في السلام. والله الوضع التجليل، ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ ايه الوعي السياسي اللي جالك ده؟ امال ايه يا باشا؟ لا اصل انا كنت منظم لمؤاخذه وقفات احتجاجيه ومعتصمات، وكنتش مظاهرات يعني. اي نعم، تلات ارباع الهتافات اللي كانت العيال بتقولها ديت ما كنتش فاهم منها حاجه، بس كنت حاسس ان جواهم حاجه كويسه. بس سيبك من ده كله يا باشا، انت عارف بعد اللي احنا شفنا ده كله ما يجيش لحظه واحده قدام عربيه فول وفحل بصل وقرن فلفل اخضر. قرن فلفل اخضر حراق. ايوه جريت لي ايه يا عبد الجليل منك لله؟ مش بقول لك يا باشا، دي عالم فقريه، كل واحد معاهم ملايين الدولارات ورقهم جري على فوق. يا ساتر يا رب، اللهم اصنع عورتنا وامن عورتنا. العجلة الورانية اتخرمت يا باشا. يا توام يا عبد الجليل، انزلوا ساعدوني اركب الاستيب. ابني مخروم يا باشا. يعني ايه؟ يعني لازم يتلحم يا باشا. يتلحم فين؟ عند ايه بتاع كاوتش. انتوا فاكرين نفسكم ماشيين في طريق مارينا؟ حلاق بتاع كاوتش هنا؟ وبعدين قاعدين تكلموا في التليفون لغايه الشحن ما خلص. كنا كلمنا ابو حسين يبعت لنا حد يشوف لنا حل في البلوه اللي احنا فيها دي. يعني ايه يا باشا؟ هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ انا مش ناقصك عذاب. لو سمحت لي يا باشا، اخدها جري انا عبد الجليل. نرجع لابو حسين نقول له يبعت لنا عربيه تانية. جري ايه؟ هتجري 50 كيلو؟ طب يا باشا، ما حسام بينط 5 متر، انا بقول ياخدها نط لحد ما يوصل لابو حسين. ولا مش وقت يخف الدم خالص على فكره. يا باشا، مفيش اي عربيات لحد من هنا خالص؟ احنا من ساعه ما مسكنا الطريق مفيش ولا عربيه عدت قدامنا. يعني احنا هنعمل ايه في البلوه السودا دي؟ صرح مسؤولون من المقاومة اللبنانية أن حزب الله على استعداد أن يسلم الأسرى الإسرائيليين الثمانية التي تطالب بهم إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بدورها بتسليم 500 أسير لبناني وفلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية. وتشير التكهنات بأن إسرائيل سترضخ لشروط حزب الله. والدبلوماسية المصرية تسعى بين الجانبين لنزع فتيل الحرب وإنهاء الأزمة بشكل سلمي. عبد الجليل كلم امه وزاهر كمان وطمنوه، وشيخ حسن كلم الشيخ عبد الله. واضح ان هم عدوا مرحله الخطر وبقوا في امان يا فندم. صوتهم في التليفون كان فيه تفاؤل.
واضح كمان ان هم معاهم فلوس كتير وبيأكدوا ان هم راجعين مصر بكره. بقيت المجموعة مفيش أي أخبار عنهم؟ لا والله يا فندم مفيش أي أخبار. موضوع غريب أوي يا أحمد. من نص ساعة حزب الله وافق يسلم الأسرى. إسرائيل هتفرج عن 500 من المعتقلين في السجون. أمال ناجي عطا الله والمجموعة اللي معاه لو متفائلين وفي أمان زي أنت ما قلت لي، أنا مش عارف. حزب الله هيسلم بين الإسرائيليين. والله يا فندم الموضوع بقى فيه غموض شديد. أنا ما بقتش فاهم حاجة. خدوا الفلوس بقى إيه كلها وسيبونا عيش، سيبونا عيش بقى. زاهر 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 اصحى بابا اصحى حبيبي اصحى اصحى اهدى 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 روشتنا ما يخرب بيتك. حلم حلم فظيع يا نجي باشا. انا يظهر نمت وانا قاعد. اهدى كده وصلى على النبي. احكي لي كده وفضفض شفت ايه؟ حكم انا يا باشا ليا في تفسير الاحلام شويه يعني. وده وقت تفسير احلام برضه يا شيخ حسن. النهارده احنا 29 منه ودول العشر الاواخر، والعشر الاواخر دول ايام مفترجه، يعني اي حلم فيهم بيتحقق. يتحقق؟ يتحقق ازاي يا شيخ حسن؟ عاجبك اديك رعبته اكتر ما هو مرعوب. ايه ده؟ ايه؟ احكي لي بقى شفت ايه؟ حلمت الناس لابسين ابيض في اسود داخلين علينا. نازلين من عربيه 4 باي 4 كحل ميتاليك. 4 باي 4 كحل ميتاليك. بعدين راحوا ماسكين الالي وراحوا نازلين في ضربه من النار. ضربه من النار ضربه من النار. الله اكبر الله اكبر. ضرب نار يا باشا في الحلم يعني نصره. والله ربنا هيفتحها علينا وهيفرجها. طب انا حلمت ان انا باكل بقلاوه يا شيخ حسن، ده حلم وحش ولا كويس؟ لا ده خير وجالك يا باشا ومن واسع كمان. هو كود الاحلام حلوه كده، ما فيش حلم وحش ابدا. لا ده فار فار عدى من تحت يا باشا، ده رزقه جاي لك. كده يا شيخ حسن كده يا باشا. يلا كده يا باشا. الشمس غابت والمغرب وجب، الظاهر علينا هنفطر هنا. عموما انا عامل حسابي ومحضر كام وجبه ده مع شويه تمر، قلت يمكن نفطر في الطريق.